نخش بينا بقى على الصحافه. نخش بقى على الصحافه. يلا بينا. يلا بينا. في برضه ماتشات كتيره واخبار مهمه يعني خلينا نعرف تفاصيلها ونروح لجريده اليوم السابع ومراسلتنا العزيزه نورهان تمان نعرف منها كل يعني الاستفسارات والكواليس وكمان الاخبار الخاصه بهذه الماتشات. وهيكون معاها لقاء مع الاستاذ رامي عبد الحميد الصحفي بجريده اليوم السابع. يا نورهان صباح الخير وصباح الخير على استاذ رامي، تفضلي سامعينك. يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، وزي ما قلت يا نهواند معانا الناقد الرياضي رامي عبد الحميد الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع للتعليق على أخبارنا. وأول خبر معانا النهاردة من جريدة اليوم السابع الأندية الأكثر فوزا في البريمير ليج بعد وصول السيتي ل 450 انتصار. كمان من جريدة الشروق مواجهة المواهب في كلاسيكو الأرض بأسبانيا وديربي إيطالي مثير بين إنتر ميلان ويوفنتوس. أما من جريدة الشرق الأوسط كلوب يرى يونايتد فريقا استثنائيا وسولشاير معجب بهجوم ليفربول. وآخر أخبارنا من جريدة الرياضية السعودية مبابي يهدد رقم إبرا ونيمار يعود لتشكيل باريس وراموس يواصل العلاج. للتعليق على منشطتنا طبعا زي ما قلنا لكم معانا الناقد الرياضي بجريده اليوم السابع استاذ رامي عبد الحميد، بنرحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين في قناه الاهلي. مباريات ناريه وقمم ناريه اليوم طبعا لا حديث يعني يعلو عن النجم المصري محمد صلاح ومواجهه ليفربول ومانشستر يونايتد النهارده. كلمنا عن يعني ابرز مشاهد هذه المواجهه. هو طبعا يعني مباراة مهمة جدا النهاردة في الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد، أعتقد دي يعني أحد القمم في الدوري الإنجليزي، أكبر فرقتين حاليا بيتنافسوا على اللقب. المواجهة طبعا إحنا مهتمين بها جدا طبعا لتواجد محمد صلاح، وإن شاء الله النهاردة يعني يحظى بتوفيق من ربنا يعني عشان يحرز هدف ويفرح جمهور مصر كله وجمهور الوطن العربي. اعتقد ان المواجهه كمان فيها يعني استثناء النهارده قدام كريستيانو رونالدو يعني احد اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي حاليا، وفي منافسه كبيره جدا ما بين محمد صلاح وما بين كريستيانو رونالدو على لقب الهداف. فاعتقد ان هي مباراه استثنائيه، مباراه كمان خارج الخطوط ما بين سولشاير وما بين يورجن كلوب. اعتقد ان احنا النهارده على موعد مع وجبه كرويه يعني مميزه بالنسبه للجماهير المصريه ان شاء الله ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد ان شاء الله. كريستيانو رونالدو يمكن الاسم بيدور حوله العديد من المباريات النهارده، يعني كريستيانو رونالدو بيغيب عن كلاسيكو الارض طبعا مع ميسي، انت شايف مواجهه ريال مدريد وبرشلونه بعد غياب قطبي الكره في العالم زي ميسي ورونالدو شكلها عامل ازاي؟ طبعا هو غياب لعيبه كتيره جدا زي ميسي ورونالدو وراموس ومجموعه كبيره جدا عن ريال مدريد وبرشلونه رحلوا في الموسم الماضي، اعتقد ان هي هتقلل من يعني اهميه المباراه والمتابعه نفسها. ولكن في بعض التقارير امبارح قالت ان يعني مباراه الكلاسيكو بتحظى بمتابعه 650 مليون شخص حول العالم، تبقى برضو مباراه الكلاسيكو ذات يعني اهتمام. ولكن في اعتقادي النهارده ان حتى كمان التوقيت اذاعه المباراه ليفربول مع مانشستر هيخطف الاضواء من كلاسيكو او من مباراه ريال مدريد وبرشلونه. كمان يعني فكره الاحداث اللي داخله ببرشلونه او ريال مدريد ما بقتش زي زمان فيها المتعه وما فيها انسو فاتي وكريم بنزيما الاثنين ما يعوضوش. طبعا انسو فاتي نجم برشلونه الصاعد وكريم بنزيما اللي بيقدم مستويات فنيه كبيره والمرشح للبالون دول، الاثنين دول ما يحلوش محل ميسي ورونالدو؟ طبعا في الوقت الحالي صعب قوي، يعني ميسي ورونالدو خد وقت كبير جدا عشان يعني يحصل نوع من التنافس القوي ويحصل نوع من المتابعه ويحصل نوع من الاهتمام بيهم. فيعني انسو فاتي طبعا راجل لعيب كويس، وبرده بنزيما طبعا لعيب مرشح للكره الذهبيه برده لعيب مميز، ولكن يبقى ان الاثنين طبعا مش على قدر مهاره وقوه ومنافسه ميسي ورونالدو والمتعه كمان في الكوره. يعني يمكن المعطيات بتاعت الفرقتين ما تديش
للاثنين ان هم يعني يحصلوا على اهتمام او متابعه بالنسبه للمباراه. في اعتقادي انا زي ما قلت ان المباراه هتحظى باهتمام يمكن في الشوط الاول، لكن اعتقد ان كل الناس هتحاول ان هي تحول على مباراه برشلونه ليفربول ومانشستر يونايتد. طيب المانشيت الاولاني من اليوم السابع عشان يمكن نشرحه للناس اكتر، الانديه الاكثر فوز في البريمير ليج بعد وصول السيتي ل 450 انتصار. مانشستر سيتي بيحقق الفوز على برايتون امبارح وبيصبح سادس فريق يصل الى هذا العدد من الفوز. بيب جوارديولا هل قادر على يعني على تحقيق لقب البريمير ليج السنه دي؟ منافسه صعبه جدا المره دي، يعني مش زي كل سنتين اللي فاتوا، في يعني تشيلسي داخل في المنافسه، في مانشستر يونايتد داخل في المنافسه، في ليفربول، في طبعا مانشستر سيتي ومانشستر وتوتنهام. طبعا منافسه صعبه جدا على كل الفرق انجلترا، وهي دي يمكن حلاوه الدوري الانجليزي وقوه الدوري الانجليزي، واللي خلى نوع من اكثر من اللعيبه ان هم يروحوا الدوري الانجليزي في تشيلسي زي لوكاكو، في مانشستر يونايتد تعاقد مع رونالدو. قوه الدوري الانجليزي المره دي صعبه جدا وهتتحسم في النهايه خالص، ويعني النهارده الفرقه بتطلع وفرقه بتنزل، المنافسه صعبه جدا، فيعني مش سهل على جوارديولا او على اي مدرب المره دي، منافسه قويه جدا جدا. اعتقد ان الدوري الانجليزي بيخطف الاضواء خلال السنوات القادمه، خصوصا كمان مع صعود نيوكاسل في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهيحصل نوع من التغييرات والتعديلات، هيبقى دوري اقوى طبعا من الدوري. ديربي ايطاليا يعني انتر ميلان ويوفنتوس، برضو يوفنتوس يعني هل تاثر، يعني احنا عمالين نتكلم حول رونالدو في جميع المباريات، يوفنتوس تاثر برحيل رونالدو والديربي ده هل هيتاثر برحيله؟ مؤكد طبعا، يوفنتوس طبعا كان في الموسم الماضي والقبل الماضي مع رونالدو كان ليه شكل معين وكان ليه طريقه معينه وكان ليه اهتمام قوي جدا في يوفنتوس، وكان يعني محبيه ومريديه طبعا بيتابعوا عشان رونالدو. يمكن طبعا بعد رحيل رونالدو حصل قله الاهتمام او قله المتابعه بالنسبه للناحيه الجماهيريه على مستوى الشرق الاوسط، فاعتقد ان النهارده الديربي طبعا هو قوي جدا في ايطاليا وليه طبعا جماهيريه وشعبيه كبيره جدا، ولكن على مستوى المتابعه اعتقد ان يعني هيقل كتير جدا بالنسبه لرونالدو. رونالدو وميسي يعني حالات استثنائيه، يعني ما ينفعش ان هم يتقارنوا باي حد خالص ولا ان هم يعني يتحطوا في مقارنات مع حد. اعتقد ان تواجدهم في اي فريق بيحصل نوع من المتابعه وبيحصل نوع من الاهتمام الشديد جدا بيهم، سواء في دلوقتي باريس سان جيرمان او مانشستر يونايتد. طيب اخر اخبارنا بقى كان عن كيليان مبابي وان هو بيهدد رقم ابراهيموفيتش في يعني لقب افضل هداف في الدوري الفرنسي، كمان نيمار يعود لتشكيل باريس وراموس بيواصل العلاج. خلينا نروح يعني خلينا نركز اكتر على مبابي والارقام اللي بيحققها مع باريس سان جيرمان، هل رحيله اقترب زي ما التقارير الصحفيه بتؤكد؟ هو طبعا لعيب مهم جدا دلوقتي في باريس سان جيرمان وفي منتخب فرنسا، يعني يمكن طبعا كل الانباء والاقاويل بتقول ان هو في خلاص بيعد العده للرحيل عن باريس، بعد طبعا تعاقد باريس مع ميسي، وفي طبعا مجموعه تانية هتيجي الى حد ما بيقولوا ارلينج هالاند. فاعتقد ان مبابي يعني فرصته في ان هو يرحل عن باريس سان جيرمان هي الاقوى والافضل، لان هو لعيب صغير في السن وبيبحث عن الشهرة الأكبر ويبحث عن تحقيق بطولة ويبحث عن ذاته، فأعتقد أن تواجده في فريق خارج باريس هو اللي هيبقى خلال الموسم الجاي إن شاء الله. أستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع، بشكرك جدا. شكرا جزيلا. شكرا. ودي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع، وعلق عليها معانا الناقد الرياضي رامي عبد الحميد، شكرا لكم جدا وعودة على الاستوديو. بشكرك جدا يا نورهان على هذه التغطية، وأكيد بنشكر ضيفك الأستاذ رامي، شكرا لك.